ما الأفضل في الأضحية من ناحية النوع، الغنم أو البقر أو الإبل؟ كلما عظمت الأضحية كان أعظم، لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من أعمال الدين الظاهرة، لكم فيها خير. فإذا كانت الإبل فهي أفضل، اذكروا اسم الله عليها صواف، إلى أن قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.